بكم من جديد معنا للحديث أكثر عن كتاب كذلك كان، الذي يتحدث عن تجربة محطة الإنصاف والمصالحة لمؤلفيه أحمد شوقي بنيوب ومبارك بودرقة. نستضيف اليوم السيد مبارك بودرقة، أحد مؤلفي الكتاب. سيدي أهلا بك معنا. مرحبا. لماذا هذه المذكرات ولماذا الآن بالذات؟ لماذا هذه المذكرات؟ لأنني أنا وصديقي شوقي نعم. لماذا هذه المذكرات؟ نحن نسمعك سيدي، تفضل. طيب لماذا هذه المذكرات؟ لأنني أنا وصديقي شوقي كنا عضوي في هذه الهيئة الإنصاف والمصالحة، وهذه الهيئة لم تعد تجربة هي في حد ذاتها تجربة فريدة من نوعها، بحيث عرف العالم كله حوالي أكثر من 40 تجربة ديال الهيئات الحقيقة، وكل هذه التجارب قامت على أنقاض نظام ديكتاتوري أو نظام عنصري، إلا التجربة المغربية جاءت في نفس النظام وفي نفس النسق، والوحيدة من التجارب في العالم التي تولت بنفسها تنفيذ توصياتها من تعويض، من جبر الأضرار للضحايا، ومن كشف للحقيقة، ولا زالت تستمر في هذا العمل الآن. أما لماذا الآن يصدر هذا الكتاب بعد مضي حوالي 12 سنة من تقديم التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وأنه شعرنا أنه الشعب المغربي وكل الأجيال خاصة الأجيال القادمة لا تعرف ماذا جرى وكيف تم تأسيس هذه هيئة الإنصاف والمصالحة، كيف صدرت توصية من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتقدم إلى صاحب الجلالة لتتكون هذه الهيئة. طيب ما هي الإضافة؟ ما هي الإضافة التي يحملها الكتاب بالنسبة لتجربة الإنصاف والمصالحة، وهل هي ربما بمثابة تكملة لتقرير هذه الهيئة؟ سيد بودرقة هل تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. هي ليست، لا يمكن أن نعتبر كتاب كذلك كان بمثابة تكملة للتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، بل هي تروي القصة الكاملة للمفاوضات التي أفضت إلى إصدار التوصية أولا التي انبثقت عن المجلس والمتعلقة بإنشاء الهيئة ورفعها إلى صاحب الجلالة سنة 2 أكتوبر 2003، كما تروي المنهجية التي اعتمدت عليها الهيئة في الكشف عن ضحايا الاختفاء القسري التي عرفتها بلادنا من 1956 إلى 1999، وهي من أطول المراحل التي عالجتها هيئات الإنصاف هيئات الحقيقة في العالم. كما عالجت الهيئة ملفات ضحايا الاعتقال التعسفي وضحايا الأعداء الأحداث الاجتماعية، معروف أن بلادنا شهدت خلال سنوات الرصاص العديد من الأحداث الاجتماعية في مارس 65 ويونيو 1980 وأحداث الشمال 1994 وأحداث فاس 1990، ودرعب ضحيتها العديد من الضحايا، بحيث لا تعرف عائلتهم حتى أين دفنوا. وقامت الهيئة بالكشف عنهم، ثم طريقة التعاون الذي اعتمدته الهيئة مع الدولة في مختلف سلطاتها للكشف عن هذه الحقائق. طيب المذكرات تتحدث عن الإنصاف والمصالحة التي تمثل مشتركا جماعيا لجميع المغاربة، وذلك بعين المؤلفين الذين عاشا هذه التجربة. هل يمكن اعتبار هذه المذكرات بمثابة وجهة نظر ذاتية لتجربة جماعية؟ أبدا. يجب التنصيص على أن هذه المذكرات لا تعتبر يعني وجهات شخصية، يعني تعبير عن ما نشعر به، لا، هي تنقل حرفيا وبأمانة يعني الحوارات والتي دارت سواء في المجلس الاستشاري أثناء تحضير توصية الهيئة، وكانت لنا عندما طرح المشروع الأولي الذي أسميناه هيئة الحقيقة والمصالحة، كان هناك اعتراض، فضطر
اضطر الأستاذ عمر عزيمان رئيس المجلس تأسيس لجنة تتكون مناصفة ما بين المعارضين والمؤيدين، ودامت هذه المفاوضات وهذه المشاورات عدة شهور حتى نتوافق جميعا، بحيث كانت هناك تنازلات حتى نتوافق جميعا على النص النهائي للتوصية. طيب كيف ساهم تحرر المؤلفين أنتما في هذا الكتاب من القيود التي تفرضها قواعد إعداد التقارير في إظهار جوانب ربما أخرى جديدة غير معروفة عن التجربة، ولكن هذه المرة من داخل هيئة الإنصاف والمصالحة؟ نعم سيدتي، نحن في هيئة الإنصاف ولا أنا ولا أستاذ شوق بن يوب اعتمدنا مذكراتنا الخاصة المخطوطة، لدي أنا تقريبا دفاتر 200 صفحة من كل ما يزيد على 30 دفتر من 200 صفحة، كانت تسجيلات التي الشخصية، ولكن أيضا في نحن في هيئة الإنصاف في اللقاء الأخير لم نعتبر اعتبرنا شيئا واحدا يمكن ان يكون سرا لا يمكن الكشف عنه، هو شبكة احتساب التعويضات للضحايا، لا لشيء حتى لا تختزل كل التجربة في التعويض المادي، فهذا الشيء الوحيد الذي كان ظل سيبقى سرا فقط. بعد كل هذه السنوات كيف تنظرون إلى تأثير عمل الهيئة على المسار الذي سلكه المغرب خاصة في المجال السياسي والحقوقي والانتقالات العديدة التي عاشها ويعيشها المغرب منذ سنوات؟ كانت لتجربة هيئات الإنصاف والمصالحة التي ترأسها المرحوم بن تكري تأثيرا كبيرا في ترسيخ المسلسل الديمقراطي في المغرب. فيكفي أن أذكر لك سيدتي أن 90% من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أصبحت مدسترة في الدستور 2011. ثم أما على الصعيد الحقوقي فاليوم المغرب يستضيف في السنوات الأخيرة استضاف 11 آلية من آليات الحقوقية للأمم المتحدة لمراقبة الانتهاكات، وعلى رأسها طبعا فريق العمل الاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب، وهذا الفرق تخشاه الدول، بحيث يمكن أن أؤكد أنه ضمن الجوار الإقليمي والوطن العربي لا يمكن لهذه أن السماح لهذه الآليات أن تدخل وتختار الأماكن زيارة يعني الكوميساريات ومراكز الشرطة والسجون. طيب كيف يبدو لك اليوم واقع حقوق الإنسان في المغرب؟ سيدتي، ورش حقوق الإنسان لا نهاية له، لا يمكن أن أقول لك أننا وصلنا إلى نهاية ما نبتغيه، فهذا الورش يحتاج باستمرار إلى مجتمع مدني يقظ وإلى سلطة متفهمة ليحدث تقدم في هذا الميدان. والأمثلة التي تحدثت عنها سابقا بالسماح لآليات الحقوقية الدولية لزيارة خير مثال على ذلك، ولكن يمكن أن نقول أن المغرب يجب أن يدفع في اتجاه ترسيخ هذه المبادئ هي الحقوق الإنسان والمساواة ومحاربة العنف ومناهضة الإرهاب والمساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء عقوبة الإعدام، كل هذه المشاريع لا زال لدينا المزيد من العمل من أجل تحقيقها.